سيد فولوديمير في كييف، هل هذه الخطوة وهذا القرار بالنسبة إليكم هو مجدي بشكل كبير؟ هل يمكن تحقيق أكبر استفادة منه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. أولا ونقطة جوهرية، أنا لا أستطيع نشاط رأي ضيف من مصر بأن ستكون الرد في عكاسي من قبل روسيا كل هذه التهديدات فارغة. لماذا؟ لأن وفقا للتشريعات الروسية التي انضمت شبه جزيرة القرم ومناطق محتلة منذ سنة ونصف، أوكرانيا تقصف منذ هذه الفترة لعمق روسيا، يعني شبه جزيرة القرم وأيضا منطقة دونباس وجنوب محافظة خرسون. وفقا للدستور الروسي كل هذه المناطق روسية. وما هو فرق لسلطة روسية بين شبه جزيرة القرم وبين بلغارود؟ لا توجد أي فرق وفقا للدستور الروسي. كما قلت، منذ سنة ونصف أوكرانيا تقصف شبه جزيرة القرم المحتلة التي روسيا تعتبر بأنها تابعة إليها. جدير بذكر بأن في هذه المنطقة أوكرانيا تدمر البنية التحتية العسكرية الروسية. أوكرانيا دمرت في هذه المنطقة أكثر من 30% من إمكانيات أسطول بحري روسي. نحن سمعنا عدد كبير من التهديدات من قبل حتى سيد ميدفيديف رئيس روسيا السابق، حتى هو هدد تقريبا 60 مرة باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا، ضد أوكرانيا التي نازعت إرسالة نووية وحصلت على ضمانات من غرب ومن سخرية القدر من روسيا. ولكن بصراحة أكيد القصف عمق روسيا، يعني شمال روسيا والوسط روسيا وتدمير بنية تحتية عسكرية روسية ومنشآت إنتاج السلاح الروسي مهم لأوكرانيا. كمان مهم لأوكرانيا تدمير بنية تحتية لتكرير النفط. بالمناسبة جدير بذكر بأن روسيا دمرت في أوكرانيا كل مصانع تكرير النفط. هذا رد الفعل الأوكراني للعادل بصراحة. علاوه على هذا اكيد اوكرانيا تحتاج لتدمير كل مطارات روسية التي موجودة على حدود مع اوكرانيا. ان روسيا تستخدم كل هذه المطارات العسكرية حربية لتدمير بنية تحتية السكنية في اوكرانيا، يعني بصفة عمقي مواطات روسيا ترتكب ابادة جماعية ضد الشعب الاوكراني كما في محافظة خاركيف وايضا هنا في محافظة رسول. ولكن ربما أنت هنا تتحدث عن معركة مفتوحة حدودها أكبر بكثير من الحدود التي وضعها الناتو ووضعتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. والله بصراحة بصفة عامة نحن شاهدنا بأن قبل غرب كان مترددا جدا حول تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية وخاصة بصواريخ بعيدة مدى تكامس، خاصة بالمقاتلات من طراز F-16. جدير بذكر بأن أوكرانيا في انتظار الآن حصول على مقاتلات من طراز F-16. بالمناسبة اليوم نحن نسمع بعض الحذرات من قبل الدنمارك حول عدم استخدام مقاتلات من طراز F-16 في عمق روسيا. ولكن في عين واحد يقولون خبراء بأن ما في داعي لأوكرانيا استخدام مقاتلات من طراز F-16 في عمق روسيا، لأن لدي روسيا أنظمة دفاعية قوية بصراحة. يعني بصفة عامة نحن اليوم نشاهد ارتفاع رهان من قبل غرب ومن قبل روسيا، تهديدات مختلفة. هل هذا الأمر خطير؟ أكيد خطير، لأن روسيا بالغة نووية ودول ناتو بالغة نووية. كل شيء ممكن في هذه الحرب. كما قلت نحن نشاهد ارتفاع رهان في هذه الحرب دموية للغاية.